أحسن جوار نعم الله، فإنها ما نفرت من قوم فعادت إليه. مش شرط يكون عدم الإحسان لجوار نعم ربنا سبحانه وتعالى بالتبذير فيها، ولكن ممكن يكون أصلا هم مش حاسين إن في نعم، مش شايفين نعم ربنا. الفكرة إن في ناس أصلا مش شايفة النعم، الحاجات اللي ربنا عطاها لها مش شايفينها، ناقمين على حياتهم، مش عاجبهم حالهم، بيبقوا دايما عينهم على تقصير الآخرين، مش شايفين الحلو اللي موجود عندهم، شايفين كله مر مر مر، ويلوموا لدرجة متعبة جدا. الناس دي مؤذية بجد، مؤذية لنفسها عشان علاقتها بينها وبين ربنا مش شايفة فمش هتشكر، ومؤذية لغيرها، لا بتشكر ولا بتحمد، فقد نقد ولوم وحصر على الحال. الكارثة انهم مش بيحاولوا يصلحوا او يقدموا حلول، فقط القاء اللوم والتوبيخ والنقد ناس صعب التعامل معها، والتعامل معها بيبقى مش مريح دايما، ومش مريح للي حواليهم مش لهم بس، عايشين تحت ضغط كلامهم ولسع اللسان. نجانا الله وإياكم منهم.